اه بالظبط. في مسجد عندنا في المنطقة اللي احنا فيها. عندنا اللي عندنا عندنا ماشي اتفضل. عندنا مسجد في المنطقة اللي انا فيها، فشفت واحد بيصلي قبلة مايلة وكله بيصلي خط مستقيم، فقعدت اتأكد من القبلة، فلقيت ان فيها غلطة، فلقيتها فيها كسر على اليسار قليلا. كم درجة نعم تقريبا يا أخي؟ نعم كم درجة تقريبا؟ لا درجة قوية يعني كم درجة يعني؟ أنت عارف 180 درجة صح؟ بالضبط كده، يعني تعرف 90 درجة و180، كم درجة انحراف؟ 90 تقريبا، يعني درجة مش حاجة بسيطة، لا حاجة قوية يعني. كم درجة يا حبيبي؟ والله ما فاكر بالضبط والله. طيب أنت قرنتها بالمساجد المجاورة لكم؟ عبد الرحمن نعم قرنتها بالمساجد المجاورة لكم؟ لا أنا يعني قرأت، المصلحة أحيانا تخيب يعني. لا ماشي في القبلة مايلة، فكلمت الإمام فجاب بوصة وتأكد منها وطلب اللجنة، وفعلا طلعت القبلة مايلة صح على طيب كلامي يعني. طيب صح. فجبت يعني المسجد قاعدين يقولوا هذا السبب، ده اللي مش عارف ايه هو اللي بوظ لنا الجامع ومش عارف من الكلام ده عليك أنت. علي انا، عشان انا ايه جت لجنة وعملوا خط بالقلم الابيض ومش عارف ايه وكده، فيقول انت السبب وحاطين اللوم علي انا ان انا غلطان طيب انت السبب اللي صححت لهم، ما مش عارف انا. انت سبب يا شيخ تصحيح. سؤالي يا شيخ دلوقتي بارك الله فيك، وفيك يعني في مسجد تاني برضه لقيت فيه نفس يعني انت الغلطة دي. هتمشي تتبع المساجد الان، ماسك البوصله وتتبع المساجد اه يعني؟ خلي غيرك يقوم بالعمل. ماشي. يعني نتكلم ولا نسكت عشان ما يقولوش برضو بس انت كنت معتقد انها صحيح انها معوجه، صلح صحيحة القبله، فعلا؟ لا تبالي بكلام الناس. ماشي هنتكلم. السلام.